شكرا أستاذ الفاضل على الملاحظات القيمة التي تقدمت بها، والشكر أيضا موصول للأستاذ الفاضل والأستاذ العبسام. بدوري أقدم بعض الملاحظات حول الملف باحثا. طبعا لقد أتى الأستاذين الفاضلين على الأخضر واليابس، لم يدع لي لعلها هذه بلية المرء أن يكون في الآخر، لكن قد استفدت كثيرا صدقا من ملاحظات الأستاذين، وأتمنى أن أكون معهما أيضا في مناقشات لدكتوراه مستقبلا إن شاء الله حتى نستفيد أكثر. كما أقول الباحثة إن كان القاضي لا يقضي بعلمه، ولكن أعرف الباحثة عن قرب كزميلة في الكلية من ناحية الأخلاق، هي خلوقة وملتزمة وجادة في عملها. ملفها الإداري بعد تفحصي للملف، بعيدا عن كل محاباة، بعد تفحصي للملف وجدت أن الملف الإداري استوفى كل الشروط القانونية المطلوبة لاستحقاق مثل هكذا درجات، حيث أنها أولا وضعت الملف في الأجال القانونية المطلوبة بعد استنفاذ مدة سنة كاملة من مناقشتها للدكتوراه، كذلك ألم أو الملف ملم بكل الشهادات المطلوبة من تصريح شرفي وطلب خطي وشهادة دكتوراه وشهادة عمل ووثائق أخرى ذات صلة. أما الملف بيدولوجي فهو ملف ثري للغاية يعني ومتنوع، هذا يدل على حيوية الباحثة وجديتها. سجلت حضورها في بعض لجان القراءة، سجلت حضورها في التأطير طلبة الماستر لطالبين، هناك موضوعين للطالب قجوه للطالب أبو عليك شكري مذكر، كذلك سجلت تدريسها لطورين من في كلية الحقوق ليسانس والماستر. طبعا الدكتوراه لم تكن مستقبلا ان شاء الله يكون عندها الفرصه باش تطور الدكتوراه ان شاء الله، هذا تحتاجها ايضا في مسارها في البروفيسورات في الاستاذيه. ما لفت انتباهي في هذا السياق هو تنوع المقاييس التي درستها، لم تكتفي بمقياس واحد لكن تنوع من جهه، هذا ينم على ان الباحثه اكتسبت رصيد معرفي ثري ومتنوع، لانك كلما نوعت دراساتك كلما استفدت اكثر. هذه تعود للباحث اولا ثم تعود للطالب الذي سيتلقى تلك المعارف ويكون محظوظ باستاذ متنوع، استاذ له مشارب عده معناها مدارك ومعارف مختلفه. فضلا عن ذلك ما لفت انتباهي هو حدث المقاييس التي تدرسها الاستاذه، حيث ان نحن نعلم ان هناك قانون اداري كلاسيكي وقانون اداري حديث. القانون الاقتصادي هو من اهم القوانين الاداريه الحديثه، كذلك سجلت حضورها في الاستثمار في الأملاك الوطنية، هي المواضيع الصعبة أي شيقة وشاقة، طبعا تقتضي من الباحث جهد كبير، عناء في تجميع المادة العلمية، عناء في دراستها وتفحصها، عناء في تحليلها ثم في تلقين تلك المعارف، هذا ينم على جدية الباحثة، على ما بذلته من جهد في سبيل تحصيل تلك المادة العلمية في سبيل تدريسها، يعني هي مشكورة في هذا السياق. أما بخصوص الملف العلمي فهو بدوره جاء ثري متنوع إلى حد مقبول، طبعا اكتفت الباحثة بما هو مطلوب، ربما لضيق الوقت مدة سنة، ربما لظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أو العالم ككل، هي الظروف، ربما التزاماتها العائلية، طبعا هي أم لأطفال ومع التزامها بالتدريس، لكن مستقبلا ان شاء الله نتمنى ان يكون عندها رصيد اكبر، مشاركات اكثر. هذه ملاحظه قيمه من الاستاذ، هذا في اطار التشجيع والتحفيز لا الانتقاص، ويشجع طبعا، والكلام كلامه لا يوجه لك فحسب بل لنا جميعا، يعني هذه ملاحظه قيمه، احيي الاستاذ على هذه الملاحظه. طبعا حاولت تكتفي، انت حققت المطلوب هو ان عندك مقال منشور في مجله علميه محكمه ومصنفه من صنف جيم، اظن صنف جيم، كذلك مقال في موضوع جديد، موضوع يتسم بالجدة، الحداثة، مبدأ الشفافية، وعنده هذا المبدأ عنده اتصال بمواضيع وموضوعات أخرى هي الحوكمة ومكافحة الفساد، يعني عندي صدي وشلتي في هذا السياق.
قد أصبت. طبعا لمست تحكم الجيد لأدوات الكتابة العلمية للباحثة إن كان مع بعض الاختلالات اللي سجلتها الأستاذة، لكن هذه يمكن تجاوزها مستقبلا إن شاء الله، يمكن تصحيح هذا. هذه فرصة، وإلا ما كانت الجدوى من هذه المناقشات. كذلك كان لك حضور في مؤتمر علمي بجامعة تي سمسيل، بكلية بمعهد لمركز جامعة تي سمسيل، حول موضوع التخصص. للإشارة فقط، عندك أيضا تظاهرة علمية سجلتها، تظاهرتين، واحدة في العقار الفلاحي، أظن عندك مداخلة أخرى بالإصلاح العدالة يعني سجلتها. هذه تضاف لرصيدك تتويجا وتتمة لملاحظة الأستاذ كإجابة. كذلك عندك مطبوعة في مقياس القانون الاقتصادي، الأستاذة كانت واضحة لأن هي أقرب مني في مقياس، لكم درسوا نفس المقياس، أنتم شركاء في المادة العلمية وقد استفدتم منها طبعا، وأحسب أنه هذا مقياس من أعقد وأصعب المقاييس، على اعتبار أنه قلنا من القوانين الحديثة في المادة الإدارية، ليست من القوانين الكلاسيكية التي فضلا أنه كما قالت هو في تفرعات تمس القانون العام والخاص. طبعا لا أرى من مانع من تأهيل الأستاذة بحسب تصوري. سجلت بعض الملاحظات في الشكل، لأنه أولا في ملاحظاتك في ملفك الإداري في التصريح الكتابي، التصريح الشرفي، التصريح الشرفي بفضلك أستاذة، في هكذا ملفات ينصح الطالب أنه في التصريح الشرفي في طلب الخطي، في الطلب لم يكن هناك توقيع للباحثة، ومفروض أنه يكون عندك توقيعك، لأنه هذا ينسب لك شق الصفة زائد المسؤولية. التصريح الشرفي أيضا لم يكن هناك توقيع، نتمنى فقط مستقبلا تراعى مثل هذه المسائل، هذه ملاحظات في الشكل. تمنيت أيضا أن يكون هناك في هذا الملف الإداري فهرسة حتى يسهل على الباحث، لأن ملفك هذا هو كتاب حياتك العلمية والمهنية، يكون عندك فهرسة. تمنيت أيضا أن يكون هناك ترقيم لكامل الصفحات من الألف إلى الياء، من واحد إلى ما، لأنه هذا كما قلت هو مرجعك، هذا مرجع الأستاذة الفاضلة بوشقارة ليندا في حياتها المهنية والعلمية والأكاديمية والبيداغوجية. طبعا هو مشرف جدا. كذلك اكتفيت، كان يفترض، كان المفروض أنك تكتفي بما هو ما لديك أو ملكي، وما ستضعينه بين لجنة المناقشة ولجنة الممتحنين بخصوص أعمالك التي جرى إعدادها بعد المناقشة الدكتوراه فحسب، أما ما قبل ذلك لا، ليس مطلوب ذلك. أردت أن توضحي أن مسارك الثري، نعم سيتضح ذلك جليا ببساطة من خلال سيرتك الذاتية، من خلال بيان السيرة الذاتية سيتضح ذلك، لكن أن تضعي الملف المطلوب فقط ما بعد الدكتوراه. كذلك الحال بالنسبة للأستاذية، سيكون ملفك المطلوب فقط ما بعد التأهيل، بعد اليوم، من اليوم فصاعدا إن شاء الله، إن كان قرار لجنة فيما بعد المداولة إيجابي، سيكون لك الحظ في تجميع المادة المطلوبة للأستاذية. حتى من ناحية نفسية الباحث، نفسية القارئ، تضعين ملف كبير ثم يجد أن أغلب الوثائق غير معني لدراستها، يأثر على نوع المعنى النفسي، لكن نكتفي فقط كما قلت في هذا السياق بالمطلوب والمفروض علي قانونا، وانت التزمت قيدتي في الشق، ولكن في الشق الآخر أغفلته. طبعا يبقى العمل لكل عمل الإنسان يبقى نقص، هذه فطرة في الإنسان، لكل عمل إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش الإنسان، يعني نحن نتعلم من بعضنا، نتعلم ونستفيد، وهذه سياسة الدولة كانت سياسة ذكية، برمجت هذه المناقشات من أجل التواصل، من أجل خلق فضاء للتواصل للتعلم، كما يقول نصف عقلك الآخر عند الآخرين نستفيد. أنا أشكر اللجنة الموقرة التي تشرفت في هذا اليوم المبارك بأول حضور لي معهم، ونعلم مقام الأستاذ والأستاذة، تشرفت بمناقشتك وأعرف مقامك وبحضور في هذا المجلس الكريم. إن كان لك ما تقولي مجال مفتوح لبعض الدقائق، إن لم يكن لك ألتمس من اللجنة رفع الجلسة للمداولة.
تفضلي. ملاحظات القيمة إن شاء الله نستفيد منها، نعمل بها حتى نستفيد ونبلغها لغيرنا حتى نحظى بالأجر فيها. لا يسعني في هذا المقام أن أضيف شيء على ما تقدمتم به، أستسمحكم فقط في إبداء ملاحظة واحدة فقط فيما يتعلق بالتهميش. هو لم يكن مقصودا، إنما الوثيقة الأصلية للمطبوعة مهمشة، فقط تم الإسقاط للسهوة تقريبا. وشكرا على كل الملاحظات التي تقدم بها الأساتذة، إن شاء الله ألتزم بها وأبلغها لغيري في كل مناسبة إن شاء الله. تشرفت كثيرا بالحضور أمامكم اليوم، لكم من المولى عز وجل عظيم الجزاء، وشكرا أساتذة الكرام. إذا شكرا للدكتورة باحثة المترشحة، ألتمس من سيادتكم رفع الجلسة من أجل إجراء المداولة فقط، يعني ألتمس مغادرة فقط.